موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. توقع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أن تتم عملية الاستفتاء على الدستور أواخر شهر فبراير القادم، موضحا أنهم سينسقون مع البرلمان بشأن ذلك. وقال السايح في مؤتمر صحفي اليوم أن المفوضية لم تجد أي دعم من الأطراف السياسية، موضحا أن هناك غموض منها بخصوص الترحيب أو دعم عملية الاستفتاء. وأضاف السايح أنه إذا كان هناك دعم سياسي من الأطراف فيجب أن يكون لدعم عملية الاستفتاء للانتقال إلى مرحلة الانتخابات. أشار السايح إلى أنهم سيحصون المواد المرفوضة لإحالتها للهيئة التأسيسية لإعادة النظر فيها، ذلك في حال التصويت بالرفض على الدستور. وبحسب السايح فإن المفوضية لن تخطو خطوة واحدة إن لم يتم تأمين مقرها بكل أنحاء البلاد. دعا ممثلو هيئة التبو والمجلس الأعلى لمزيغ ليبيا إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور. وأكد الطرفان في بيان لهما اطلعت عليه النبأ عدم اعترافهم بالدستور واعتباره خاصا بالمكون العربي فقط حسب البيان. وذكر الطرفان أن الاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع سيدفعهم لتشكيل لجنة دستورية مشتركة لإصدار دستور خاص بأقاليم التبو والأمازيغ وفق البيان. وحمل الجانبان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المسؤولية الكاملة لانحيازها ومخالفتها للقوانين والمواثيق الدولية كحق تقرير الشعوب لمصيرها وفق تعبيرها. خصص المجلس الرئاسي المقترح 3,500,000 دينار ليبي لبلدية بنغازي لمعالجة المشاكل البيئية. وأكد الرئاسي المقترح في بيان تحصلت النبأ على نسخة منه أن المبلغ يعد خصما من مخصصات الطوارئ لبلدية بنغازي لمعالجة مختنقات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار إضافة إلى تكدس القمامة. بحسب البيان فإن القرار يندرج في إطار بند الطوارئ وقرار عام 2016 القاضي بإقرار ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة. أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن عدد المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية انخفض بنسبة 92%. وأضاف سالفيني خلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية الإيطالية الخاصة بمراقبة تنفيذ اتفاقية شنغن أن إيطاليا سجلت انخفاض تدفقات المهاجرين إليها خلال 6 أشهر الماضية بنسبة 83 مقارنة بالعام الماضي. وذكر الوزير الإيطالي أن طلبات اللجوء خلال العام الحالي بإيطاليا بلغت أكثر من 49,000 مسجلة انخفاضا بنسبة 60% عن العام الماضي وفقا لما نقلته وكالة أكل إيطاليا. ختام الموجز إلى اللقاء.